رح نرضى بغير الحق اللي بيرجع لاصحابه، واللي بيتربى على عز ما بيتباهى بماله. عزك من حقك رح يرجع له مهما طال غيابه، مهما الذل يزيد ويقوى الخير بيبقى برجاله. رح نرضى بغير الحق اللي بيرجع لاصحابه، واللي بيتربى على عز حقك رح يرجع مهما طال غيابه، مهما الذل يزيد ويقوى الخير بيبقى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن من الذين يمشون على الأرض هونا. ما قلت لك ما رح يعيش يا حوينة المصرات اللي كبيتوه عليه على الفاضي. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. باسم، ايش فين باسم؟ ايش بك؟ لا باسم،
هذا كابوس كابوس لا تخاف. ايش فيه؟ كابوس؟ كوبسي بشع كثير. بسم الله عليك. الله يعطيها. بسم الله عليك. بجوز لأنه مغير نومتك ها؟ قومي قومي نامي بتختك قومي. لا لا بدي نام هو. خليني نايمة هو. يلا يا أولاد رجعوا رجعوا ناموا يلا. يلا يلا تعا حبيبي تعا. ديما خليكي معي هون حبيبتي شوي بس اتوريني عيد الشر عنك يا امي. العواطي فوت الدعي. مين اللي طلب منك تعمل هيك؟ عن شو عم تحكي؟ أنا ما عملت شيء. اسمعني منيح ولا اوعى تفكرني الأستاذ جود هذا اللي عايش على البسكوت ونايم على الريش. قسما بالله بدفنك بسابع أرض. أستاذ جود إذا أنا موظف عندك هاد ما بيعطيك الحق أبدا إنك أنت تهجم علي بالبيت وتهددني وحتى تضربني. لو مانك ببيتي ودايس بساطي كان إلي تصرف تاني تماما معك. اسمعني منيح أنا بعرف إنك أنت لعبان بتسجيلات كاميرات المراقبة وبعرف ومتأكد إنك مانك عامل هذا الشيء من راسك. في حدا جبرك تعمل هيك أو دفع لك مصاري وبالحالتين ماني طالع من هون غير بروحك أو بعرف مين ورا هي القصة. رئيفة. شو؟ رئيفة أنا عملت كل هالشي كرمالها. رئيفة تبع القهوة الشاي؟ هاي اللي بتشتغل عندي بالمكتب؟ إي هاي اللي بتعمل شاي وقهوة. إجت لعندي مرة عم تبكي حكيت لي قصة قال انتو بدكن تبتلوها فأنا ما كان مني غير اني اعمل هالشي كرمالها. اي والله شكرا يا رئيفة. هالشي تاني استاذ. شبك ليش عم تبكي استاذ؟ لانه المعتر بيضل معتر يلعن ابوه العمر. طولي بالي احكي لي شو في. ما بدي اوجع لك راسك بقصصي. احكي استاذ. انا صار لي 5 سنين بشتغل هون وبنت مفاكت صح ولا لا؟ مزبوط. طيب ليش بدهم يجيبوا حدا تاني بدالي؟ مين قال لك انه بدهم يجيبوا حدا بدالي؟ هلا كنت بمكتب الاستاذ جود وكانت امه عنده وكان في صبيه قاعده يمكن هي اللي بدهم يشغلوها بدالي وامه قالت لي انه بدنا نبدلك. ما صح الحكي. بالضبط. حاج تبكي حاج. لك مني شيء استاذ؟ شوفي شغلك يعطيك العافية. وانت طبعا ضربت ايدك على صدرك مثل طرزان وقلت لها عندي. يا استاذ جو يعني قطع الاعناق ولا قطع الارزاق وانا اعتبرت رئيفي مثل اختي وتعاطفت معه. ولك يقطع راسك على راس اختك. مين اللي قالك انه انا كنت استغني عن رئيفي اه؟ مين اللي اعطاك الحق تفوت وتلعب بتسجيلات كاميرات المراقبه؟ رئيفي بتعرف اللي عملته؟ طبعا بتعرف. انا اول شيء رفضت بس هي عرضت علي مصاري وقالت لي انه ما في غيري بيطالعها حراميه لهي البنت اللي رح تاخذ بدالها وهيك ما رح تقدروا تستغنوا عن رئيفي. هلا رئيفي عرضت عليك مصاري؟ انا بتصرف مع رئيفي وانت ما عاد بدي اشوفك بالشغل. ما عاد بدي اشوفك لحتى اقرر شو لازم اعمل فيك، فهمت؟ بتعرفي ايش شفت بنومي؟ ايش شو؟ شفت انه نحن بعزة اخوك بعيد الشر عنه. الف بعيد الشر عنه. بتعرفي منيحة؟ يقولوا لما بتشوفي واحد مات بالمنام معناته انكتب له عمر جديد. شفتي حالك عم تبكي شي؟ لأنه البكي بالمنام فرج. ها حسري مين شفت بنومي؟ عدنان. عدنان؟ اي حكى معي. ايش حكى معي؟ كان عم يشمت بموتة أخوكي. ايش يعني؟ صحيح انتي آخر مرة ايمت شفتي عدنان؟
من زمان اخر 2013 اجى وقتها ودع وائل قبل ما يسافر. ايه وسافر؟ ايه سافر. ليش عم تسألي؟ ما بعرف يا بنتي، انا مناماتي ما بتخيب، وهذا ليش شفته بنومي ما عم بعرف. عادي ماما، باليومين صار معك اشياء كثير بتخليكي انك تشوفي منامات مترابطه مع بعضها، كوابيس وتخبصي هيك. هذاك يا الحمد لله. اي مدام، هلا من شوي طلع من عندي. اهلين استاذ جود. دانا ما توخزيني، عم دق لك بوقت متاخر، بس بدي اعرف عنوان بيته لهذا اللي بيشتغل عندنا بالاي تي. قصدك جلال؟ ايه ايه جلال. ايه بتحب اعطيك رقم موبايله؟ لا ما بدي رقم موبايله، ما هي عم قلك بدي عنوان بيته. طيب انا ما بعرف عنوان بيته، بس هو موجود عندي على اللابتوب بفولدر شؤون الموظفين. طيب لحظه، شو الباسورد؟ استاذ بتحب اجي على الشركة؟ ده انا صار الوقت بعد نص الليل، بدك تجي على الشركة هلا؟ بعدين انا اسهل عليكي، تجي على الشركة بالليل ولا تعطيني الباسورد؟ ده انا في شيء على اللابتوب ما بدك اياني اشوفه؟ لا استاذ اكيد لا، بس انا قلت يعني بيجي لعندك على الشركة اذا بتحب، اذا بدك بيجي بساعدك يعني. اعطيني الباسورد عملي. ايه ايه فتح، شكرا. انتي فوتي، بدك تعتذري شي؟ اوكي اوكي بعدين، مو مهم، روحي غيري اواعيكي. الو مدام، اتصل فيني الاستاذ جود وطلب عنوان جلال. ايه مدام، انا ما معي عنوانه، فاضطريت اعطيه باسورد لابتوبي. ايه وشو يعني اذا اعطيتيه باسورد لابتوبك؟ بيكون بده يعرف منه عنوان جلال. كيف؟ ايه لا تخافي، لا تخافي. طيب هو ما قال لك شو بده من جلال؟ ولا صحيح انت شو دخلك لحتى يقول لك؟ اوكي قلت لك لا تخافي، هو بس بده يعرف عنوان جلال، ما بده ينبش بلابتوبك. اوكي طمني، الله معك، باي. ألو جلال، يعني بتعرف خسارة الشهادة اللي أخدتها لأنه جود اكتشف أنك لعبان بتسجيلات كاميرات المراقبة. إيه وهلأ هو جاي لعندك. إيه لعندك على البيت. والله ما بعرف، يعني صحيح هو متضايق كتير، بس لا تخاف، خلص لا تخاف. قلك قل له رئيفة طلبت منك هيك، خافت تخسر شغلة. خلص عم قلك اتركها على رئيفة. اوكي هلا اكيد انت صرت مفصول من شغلك، بس ولا يهمك انا بدبرك. خلص عم قلك انا بدبرك لا تخاف. اوكي اوكي الله معك. غبي
اي مدام، هلا من شوي طلع من عندي. اي طلع من عندي وقلت له مثل ما قلتي لي انه رئيفة هي اللي طلبت مني. ايه وصدق؟ ايه شو غبي انت؟ رئيفة منين ما عتعطيك مصاري؟ يا مدام رفع علي مسدس. شو قلت؟ جود رفع عليك مسدس؟ ايه رفع علي مسدس. الو ليكو عم يحكي معي، سكر لي شوف شو بده. اوكي مام، برضاي عليك خليك هون وبلاها نروح على عند ستك. برضاي عليك؟ ليه صار عم تحكي مثل نسوان قديم؟ ولا عندك زرارة بتكبسيهم؟ زر بتكبسي للأم الحنون وزر للأم القاسية وبتكبسي زر للأم الواعية. جود بلاها المسخرة، أنا شو ما قلت وشو ما عملت بضل أمك. أمي الأم، بتعرفي شو يعني الأم؟ الأم هي اللي بتعمل كل شيء بيسعد ابنها. لمعلوماتك مام، أنت لما كنت ولد صغير كنت تحفر تراب الجنينة وتاكله وتكون مبسوط. برأيك يعني أنا كان لازم خليك تاكل تراب الجنينة وتضر حالك مشان تضل مبسوط؟ لا ماما لا، أنا ما رح خليك تأذي حالك وترتبط برزان، مو بس لو زعلت، لو ضربت راسك بميت حيط. لك مين قالك إنه رزان رح تأذيني؟ مين؟ لأنه طمعانة فيك، لأنه جوعانة وعم تستغلك. لا مو مزبوط هذا الحكي، انت لسه ما بتعرفيها، رزان صح هلا فقيره بس هي كل عمرها بنت عز ابا عن جد. كانت بنت عز وهلا صارت محتاجه، ولو ما الحاله اللي هن وصلوا فيها ولو ما كانت محتاجتك وانت ما بترد لها طلب، كانت ما بتطلع بوشك ولا بتتعرف عليك لو شو ما صار. عن جد مريضة. أنا أمك. أمك اللي داقت المر مشان تحافظ عليك وتحميك. أمك اللي ما شافت لحظة فرح من يوم اللي تجوزت أبوك. أمك اللي غصبتها أمها تتجوزه لأنه صاحب سلطة. اللي انكسرت روحها يوم اللي عرفت إنها حامل فيك. رغم خيانة أبوك وانتهازيته وكذبه اللي ما بيخلص، قبلت تضل مرتبطة فيه وتتحمله مشانك أنت، مشان تكبرك وترعاك وتشوفك ناجح وتزرع فيك الشيء اللي ما قدرت تحمله. ماما صدقني أنا مستعدة أعمل كل اللي بدك إياه، بس ما أشوفك مكسور أو حدا يخطفك مني أو أي حدا بالعالم يسألك. شايف ماما؟ شايف قديش أمك بتحبك؟ شايف؟ هلا صرت متأكد إنه كل الناس بتحبني إلا أنت. كيف؟ مين؟ مين يعني؟ يعني مثلاً أنور؟ أنور اللي بمثابة أخوك واللي معتبره صديقك الوحيد؟ ايه اوكي، انور بيعرف كل شيء. كيف يعني بيعرف كل شيء؟ انور بيعرف كل اللي عملته برزان، ما خبرك. مو بس بيعرف، وهو ساعدني كمان. شايف؟
شايف هذا رفيقك اللي الوحيد واللي بمثابة أخوك واللي ثقتك فيه كبيرة، شو عمل؟ ليكو ليكو حيطعنك بظهرك. شايف ماما؟ صدقني صدقني ما حدا بيستحق ثقتك فيه ولا تكون واثق إنه بيحبك إلا أمك. تعرف ماما، أمك يوم اللي ولدت شافت وشك نور نازل من السماء، هو أنت ماما، وأنت لما طلعت من بطني صرت تصرخ وتبكي. بتعرف ليش؟ لأنه ما بدك تتركني. صدقني ماما صدقني، شايف إنه ما حدا بيحبك بالعالم قد أمك. يا أبوكي يشتري فيهم شوية شرف. جود إذا ما بتعتذر قابرتك بأرضك. رزان بلا هالحركات، أنا بدي الظرف بس. أبقى لك قابرتك بأرضك جود. هاد أبي يا حقير، هاد السيد وفا. اعتذر، أبقى لك اعتذر. خلص خلص رزان بعتذر، خلص 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 بعتذر. صباح الخير. صباح الخير ستي. اشرب قهوتك حبيبي. من أولها حبيبي
امبارح وصلت لعندي وانت مو راضيان تحكي مع حدا. قلت يا بنتي اتركيه لحتى يروق. بقى قلي شو عامله امك معك مثل عوايدها؟ اه؟ لو تعرفي يا ستي شو عامله. هدي صباحه العباسي. ايه وخالد شو شافك جاي بكير على الشغل اليوم؟ ايه والله يا صاحبي، يعني عندي مدفوعات كثير كبيره، مشان هيك لازم اشتغل من الصبح لاخر الليل لحتى اوفيهم. ايوه ايوه. ايه عباسي عود عود. لك يا رجل عم بحكي معكم، مالي عرفان حالي عم بحكي مع مين. قيمها القناع عن وشك مشان الله. ما رأي اشلحه؟ إذا بدك اشلحه بالغرفة جوا. أوف، وليش هون لا بقى؟ يا أبو خالد صار قلت لك إياها ألف مرة، أنا عم بحط هذا القناع مشان ما تجي عيني بعين حدا من الناس، ما أشوف الخلق، عرفت شلون؟ بس أنت من حلب يا رجل، وهون بالشام ما حدا بيعرفها. لو كان لك صعبة يا أبو خالد صعبة، يعني قال مثل ما بقول المثل، رضينا بالهم والهم ما رضي فينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك صدقني يعني انا يعني ما بحسن احط عيني بعين الولد وانا عم باخذ منه هالمئتين ورقه، فهمت علي؟ اقول لك سر ابو خالد. قول. انت بتعرف انا كل ما باخذ ولد هالمئتين ورقه بغص قلبي الف غصه. بس انت عم تشتغل بنور الله يا ابو وسيم، والشغل مو عيب. بقيم القناع عن وشك الله يرضى عليك، ما حدا منتبه لك هون. ايوه يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شايف هالسيارة؟ ايه. هي اشتريتها لحفيدي لابن بنتي في عيد ميلاده. يعني كل شيء متصوره بحياتي الا اني اشتغل على هي السياره واعيش فيها ليله، هذا ما كنت متصوره طاوي. اخي ماشي ماشي، بس في شغله ما عم بفهمها اخي. تمام، على عيني هذا اللبس اللي لابسه اللي لونه وردي تبع النمر الوردي، ملفت نظر الولد، تمام، بس اول على اخر، الولد بده دوره بالسياره. شوف ابو خالد، انا ما بلبس هذا اللبس لحتى الفت نظر الاولاد. لا، أنا بلبسه لحتى أختفي من عيون الناس. يعني والله ما هو كبرة، كبرة لله، بس صعبة صعبة كتير يا أبو خالد صدقني. وأنا إذا بدي أتأقلم يعني مع هي الحياة الجديدة اللي عايشها، يعني لازم أقبل بكل شيء عم بيصير. إيش بدي أسوي؟ والله عم تحكي مظبوط يا أبو باسم، معك حق. الحمد لله. والله كان قلبي حاسسني إنه أمك ورا اللعبة كلها. هلأ إذا بدنا نرجع لأمي وشو بدها وشو بتتمنى، هي بتتمنى أنها ما تزوجني. بصراحة أنا ماني راكد ورا الزواج هلأ، بس بحق لي يكون عندي علاقة، بحق لي إني حب ستي، أنا بحق لي إني حب. ورزان بتنحب يا ستي، صدقيني أنا بحبها. يا عيوني أمك مفكرتك أنت ممتلكاتها الخاصة، ما بتحب حدا يديرك أو ياخدك منك. بعرف.
بدي اقوم خاي قوم. انا من هون لبكره اذا ما لقيت محل نتقاوى فيه بتهجل بالشوارع. ها بجي لعندك لهون على الجنينه. قوم. بس عباس مثل ما فهمتك، ها البيت ما له قد المقام. لك يا ابو له سقف ولا ما له سقف؟ له سقف. خلاص كويس، بعدين 15,000 يا بلاش، منين نحسن الله يا ارخص من هيك؟ امشي. شرف. الو؟ الو؟ وينك؟ ابنك عندي هون وراح يضل عندي، وإذا بدك تحرميه من الورثة بالناقص منك ومنا، لك أنا راح أورثه كل شيء بملكه، فهمتي؟ طولي بالك مام، ما وصلنا لهالمواصيل. لا ستي وصلنا لهالمواصيل، وراح أجوزه عندي هون ببيتي، وكمان راح أخليه عايش عندي هون هو وورثه، فهمتي عجبك هيك؟ ولي علامتك من بين البنات. اوكي مام طولي بالك، اعطيني احكي معه. بدك تحكي معه؟ ما بده يحكي معك، يخرب بيتك. لك شو عامله مع الولد؟ شو عامله لحتى هيك صاير فيه؟ ولي عليك من بين الامهات. ماما اعطيني اياه احكي معه، قولي له امك رح تصلح كل شيء، اعطيني اياه. لك شو بدك تحكي معه؟ قولي له ما بدي احكي معه لا هلا ولا بعدين. لك ما بده يحكي معك، ما بده. سمعانتي ولا مو سمعانتي؟ لا اوكي مام سمعت سمعت مثل ما بده. باي. مع السلامة. امي ابوك بيعرف؟ ابي لساته بايطاليا، بده كم يوم ليرجع. يا سيدي بالناقص هو كمان. لك يضرب اسبوع هالعسل اللي إلهم جمعة معدينا فيه. لك خلص يخرب بيتك، ابنه مات للزلمة. لك طيب مات الله يرحمه. والله ما بعرف شو بدي أقول لك. هلا أنا اللي صاير فيني إني ما عم بزعل على حدا قد ما عم بزعل على حالي. كأنك صايرة بلا مشاعر وأحاسيس. لا حبيبتي لا، بس الخدي اللي بنضرب كتير صعب وما عاد بيأثر فيه شيء. هيك قلتك؟ إيه هيك قلتي. طيب نحن حنضل هيك قاعدين اسبوع هون؟ طيب هداك مات ابنه والتاني عامل لي فيها جبار خواطر، طيب نحن شو؟ انه انت هلا كثير متضايقه، شو بدك احسن من هيك؟ طلعي حواليك، بيت فيه كل شيء بدك اياه وما في ضجه ولا شيء، خلص انبسطي. يا ريت يا ريت بعته احتياط، يا ريت. انا بعرف عساكر كثير صار لهم سنين بالحرب وصحتهم مثل الحديد، بس أنا ما تركته يروح على الجيش، أنا ما خليته يروح على الحرب، بس راح. إيه راح وما رجع. موتة الضنة تكسر. يا فواز هذا قدر، والقدر ما منه مهرب. قدر إيه قدر، معك حق. بس بتعرف الشهيد لما بيستشهد في المعركة أهله بزعلوا عليه، بس يعني موتي على الموت بتفرق. أنا لو كان ابني رايح على الجيش وتاني يوم ها استشهد، يعني ما كان راح برخيص. بس الله حادث سيارة. تعرف أنا الموظف عندي قدم استقالته بدي يروح، قلت له ليه؟ قال لي بدي أسافر لأنه عم بطلبوا احتياط وبخاف يجي اسمي. تعرف شرت له شو؟ قلت له ولاك انت ما عندك ناموس، ما عندك اخلاق، بدك تهرب من خدمه وطنك؟ يا حيف يا حيف عليك. والله العظيم قلت له اياها من قلبي من قلبي، قلت له اياها وانا زعلان ليش عم بهرب. بس لما الامور توصل لابنك مبادئك كلها بتنساها. غريبين نحن. طيب تعالوا لعنا. قوم قوم فواز. الله
الله يسلم الديات، يعطيك ألف عافية أبو حمزة. واجبنا واجبنا. الله يسلم الديات. الله معك أبو حمزة. الله معك. الله معك. شريف شريف شريف، شو بلا باسم شريف؟ وين البيت؟ ليك هون أخي، بهي البناية، هي هديك. هي هون؟ إيه. إن شاء الله يعجبك. بس أخي تمشيت حال هلأ، شو بدك تساوي؟ على الله يا سيدي. يعني منظور ما في، تفضلي. وعم قلت لك في كلام بدي أحكيه، بس ضروري أحكيه قدام أهلك. على الأسطوح هو في خزان مي، على طول في مي، بنحط البرميش وتوصل المي لعندك. بس بتعرفي إنه نحن بكرة رح نصير نشبهون كتير للروس، حذري. ليش؟ أنور موجود؟ دي واحد ما بتستحلي. لك بكرية أنت كيف هيك نفطي فرد نفضة؟ وز القرط على هالعين هاي، إذا بتعيد وتفتق بهالحكاية هاي بقطع عليك الكهرباء ولا تدفع بالشهر 100,000 ورقة. حق